القمة 35 لرؤساء دول القارة الأفريقية، وأيضا القمة التي سبقتها 40 للمجلس التنفيذي الاتحاد الأفريقي، هناك بيانات وأيضا تقارير ستصدر وصدرت. باسمي واسمكم أرحب بضيفي في الاستوديو السيد محمد العروسي النائب في البرلمان الأثيوبي وأيضا المحلل السياسي لمعرفة بعض الأمور. أهلا وسهلا بك. حياك الله أخوي عبد الحميد ومرحبا ومساكم الله بالخير. أهلا. ندخل إلى صلب الموضوع، ما هي أهم الأمور التي بحث فيها وزراء خارجية أفريقيا خلال اليومين الماضيين؟ في الحقيقة هي جلسة تمهيدية إذا صح التعبير، هي تمهد لهذه القمة المرتقبة يوم غد وبعد الغد، هذه القمة التي يحضرها رؤساء الدول. طبعا الأجندة التي تطغى على المشهد بشكل عام تتمثل في الأمن الاقتصادي، تتمثل أيضا في تداعيات جائحة كورونا، تفعيل المركز الوطني المركز الإفريقي للأمراض والأوبئة. في الحقيقة تزخر القارة الإفريقية بالكثير من التحديات، ولعل هذا التمهيد لهذه القمة التي يحضرها الرؤساء ربما تشهد نوعا من التغيرات والتحولات وكذلك التحديات. فإذا نظرنا أن العالم يرتقب أن تناقش هذه القمة على أعلى مستوياتها مسائل يعني تهم القارة الإفريقية بشكل كبير وحساس للغاية، مثل قضية سد النهضة، نجد أنها لم تستبعد لكنها في نفس الوقت كانت يعني طاغية على المشهد. هذه الأجندة التي ذكرت لك، الأمن الاقتصادي، التكامل، الأمن الغذائي عفوا، وكذلك التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشاكل الحوكمة في القارة الإفريقية، المهددات الأمنية التي تهدد دول الساحل الإفريقي، وكذلك التغير المناخي. الآن إذا نظرنا إلى بحيرة تشاد نجد بأنها تقلصت بشكل كبير، مما يعني شكل تحديا كبيرا لهذه المنطقة. الجفاف الذي يضرب في دول الساحل الإفريقي، هذه هناك جفاف يعني أصاب الكثير من الدول، وتحديات ربما تزخر بها القمة الإفريقية المرتقبة. جميل جدا. إذا هذه هي بعض البيانات التي صدرت والتي مهدت لاجتماعات السبت والأحد. إذا ماذا ننتظر يوم الاثنين؟ هل هناك قرارات مفصلية في كجعل إسرائيل مراقبا دائما في الاتحاد الأفريقي؟ في الحقيقة هذه من ضمن الأمور التي رحلت إلى هذه القمة للبت فيها، وهناك ربما إشكال، أعتقد بأنه إشكال قانوني نوعا ما، إذ أن من اعترضوا على هذه الخطوة من قبل معالي رئيس المفوضية موسى فكي، نعم، الذي اتخذ هذا القرار ورأى البعض بأنه تجاوز لهم، بينما هو من إجراءات يعني من حق رئيس المفوضية أن يمنح هذه الصفة. ولكن في نفس الوقت نقول أن هناك أصوات تحترم لها يعني ربما مبرراتها تحترم في مسألة يعني رفض إسرائيل أو قبولها في الاتحاد، لأنها دول من دول الاتحاد الأفريقي. في نفس الوقت القرار بالأغلبية، ماذا تقرر المنظومة الإفريقية بشكل متوافق عليه، وما هي المصالح التي تحققها يعني في حال انضمام إسرائيل إلى عضوية مراقب، إلى الاتحاد الإفريقي بعضوية مراقب. هذه الصفة يا عزيزي هي صفة شرفية كما نعلم، ومع ذلك لماذا حرص البعض؟ أعتقد بأنه يعني ربما أولويات مختلطة لدى البعض بأن يرفضوا ويجعلوا منها قضية يحاولون الاستمرار في أصواتهم فيها وآرائهم فيها، بينما هي لا تستحق ذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأنك أنت عندما ترفض أو توافق على هذا القرار فإنك لن تحدث أي أمر، يعني إلا إذا كان الأمر الذي ترجوه والنتيجة المرجوة هي نتيجة شرفية أو رمزية يعني. ولذلك أعتقد بأن هذا القرار أيضا من المرتقب مناقشته في الاتحاد الأفريقي. طيب عدم حضور رئيس وزراء خارجية مصر السيد سامح شكري، هل يدل على عدم حضور رئيس الوزراء السيد فتح السيسي، ولماذا؟ لا يدل على عدم حضوره، وإن كانت الأعراف الدبلوماسية الدولية ربما يعني الغياب يعطي نوعا من الاحتجاج أو نوعا من عدم الرضا عن القمة. نتساءل هنا كمراقبين وليس بصفتنا الرسمية، نقول هل كانت مصر ترفض الحضور لئلا تعطي الزخم الذي يستحقه الاتحاد الإفريقي؟ ألم تزعم الشقيقة مصر
في كافة يعني المحافل الدولية بأنها يعني كانت تفاخر بأنها من مؤسسي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية وأنها مع التنمية الإفريقية، فما بالكم بهذه الأجندة التي تهم الجميع في القارة الإفريقية ونحن نتفاوض في ملف يعني في ملف مشترك وملف دولي تحت هذه المنظومة. فإذا كان هذا الغياب يفسر على هذا النحو فإن غيابهم ربما يعطي نوعا من الانزعاج وسوء لا أقول سوء للنوايا ولكن سوء للفهم للأسف. وأتمنى أن يراجع الأشقاء في مصر أن يراجعوا نفسهم من حيث يعني علاقاتهم بهذه المنظومة الإفريقية، إنها تستحق الزخم الذي يليق بها، حيث أنها عقدت بعد انقطاع يعني أكثر من سنتين في ظل هذه الجائحة التي ضربت في أطناب العالم وتأثر منها الكثيرون. فلذلك حضورها كان أمرا مهما، ولا زلنا نرتقب يعني من السابق لأوانه، وإن كانت القمة تبدأ يوم غد لكننا نقول من السابق لأوانه التكهن بغياب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المصري، الذي نأمل أن يكون الذي نأمل أن يكون بين إخوانه وأشقائه الأفارقة للبت والبحث في القضايا الإفريقية المشتركة التي تهم كل مواطن إفريقي يعيش في هذه القارة. إذا نتمنى من رؤساء مصر أن يكونوا من أول الحاضرين للقمة. بالتأكيد. شكرا للسيد محمد عروسي النائب الرئيس الإثيوبي. شكرا لكم.